ابارك لام الشيخه فاطمه اليوم الامراه الاماراتيه، وعلى شيخاتي، وعلى شيخ بالامارات دوله الامارات، وعلى دول الخليج في شهر 8. ونحن الله يطول في عمرها نمشي على نهجها، الله يطول في عمر الشيخ فاطمه، اللي فاطمه خيرها علينا وعلى برا الدول، طول في عمرها ام محمد. وليه تسويه كله يايد للمراه، كانت امرها ما تدرس، سوت مدارس، سوت جامعات، سوت الجامعه اول ما طلعت في البطين، حريم اميات ما يعرفن، هالحين ما شاء الله تخرجت غدا دكتورات على عمر سنن، هالحين في مال المراه مشيت لهم معاش. الشيخه فاطمه الله يطول في عمرها خيرها داخل الدوله وبرا الدوله، وحنا نمشي على نهجها، ولا تسوي الا زين الله يطول في عمرها ويرحمونا زايد. كنا الاول بدو نحن رعاه ما نعرف، نعرف القرى، ويوم حكم بونا زايد جانا الخير، بدو في البدو يتو السيارات، يوم استوى الاتحاد معلمين في البيوت بدو خيام، هذا شمنا، هذا من الكرم، كرم بونا زايد، كرم من الشيخ فاطمه والله يطول في عمرها. اللي ارمله معطنها بيت، اللي متساعد برا الدوله داخل الدوله، الله يعطيها الصحه والعافيه. نحن نمشي عليه نهجها، ومبروك على خواتي برا الدوله وداخل الدوله بعيد المراه، وعلي شيخاتي كافه برا الدوله وداخل الدوله، ويعلى كل حول يعود على من الشيخه فاطمه، وعلى ان شاء الله الحري مني كل حري مني. هذا فخر يا يعني حقنا من الشيخه فاطمه. الجامعات والمدارس والخير، والمراه اليوم الله والدراسه ما وصلت، المراه طياره، المراه طال عمرك دختوره، شمنا دعم من امنا الشيخه فاطمه ساند المراه، لو امنا الشيخه فاطمه ساندت المراه ما طلعنا، خيرها وايد علينا وعلى برا الدوله، وعلى الله يطول في عمرها.